بكير على شغل البيت. انتوا فوتوا ناموا، انا بشتغل كل شيء. شلون بدنا ننام وانت نازل ارقع على برد الديار؟ طيرت لنا النوم من عيوننا. طيب امتى بقدر ابلش؟ يعني 8 9 معنا النهار بطوله. ماشي ماشي، طيب فوتي نامي بعدين بشتغل. الله يعطيك العافيه، بس كل شيء بوقته حلو. معك حق. شو بدي اقعد اعمل الساعة 8؟ خليني اطلع بالبيت احسن شيء. طمنوني، شو صار معكم امبارح؟ يعني لو بلا ما تسممت المدلوقة ما كان مشي الحال. الله لا يوفقك لجاه النبي. اللي صار صار، المهم شو صار معكم بحماة؟ صاحب السيارة ساكن هون، بس عنوان اهله بحماة. وما اعطوكم عنوانه؟ ما بيعرفوا بيته، اعطوني رقم تليفونه. كثير حلو، تلفن على حسابي هالمرة. الو مرحبا، ممكن احكي مع السيد فاضل؟ اهلين، تشرفنا. بدي اسالك مشان موضوع التاكسي تبعك. امبارح حوالي الساعة 12 وحدة، ايه لحظة بالله، ايوه 6 3 3 ايوه. طيب يعني ما بتعرف انت؟ ها ما بتعرف عنوانه؟ طيب شكرا شكرا، مع السلامه. شو هو ما عم بيشتغل على التاكسي، ماجره لواحد تاني. ما اعطاك رقم التليفون؟ اتصل اتصل، وهالمره على حسابي. يلا الو مرحبا، ممكن احكي مع السيد عصام؟ اهلين، تشرفنا يا اخي. بدي اسالك عن وحده ست طلعت معك امبارح توصيله، بدي اعرف وين نزلتها. لا لا لا، قرايبتي. ايه لا ما في شيء. مواصفاتها شقره، عيون المها، خصرها عود الخيزران، مشيتها مثل هات هات. شوفي هلا بيعطيك عنوان شي كازينو. ليش كازينو؟ لانه المواصفات اللي عم تعطيها مواصفات رقاصة، مو مواصفات جندار. اخي الله يعطيك العافية، المواصفات كالتالي: عمرها فوق 60، معباية شوي، وشها ضحوكي، الشعر مثل ما قلت لك بس مو ذهبي، أشقر على حمار، على حمار حمار. إيه إذا بتريد. يلا لحظة، جرمانة شارع الخضر، بقالية فريد. أوف، الحمد لله يا ربي. نعم، حرست آخر موقف قرب الفرن الآلي، جانب بيت مين؟ جانب بيت الواوية. أوف شو هاد؟ نعم نعم، جديدة عرطوز، موقف الصناعة، أنا بناي ثالث بناية على اليمين. نعم، قدسية، فروج أبو أنس، نزلت الأحداث، جانب بيت، جانب بيت مين؟ إيه إيه، جانب بيت رشا. نعم ما شاء الله عليك على هالذاكرة. إيه غيره، هذول هني. شكرا شكرا جزيلا، عزبناك معنا، لا تاخذنا. اوف شو العناوين اللي اعطاك اياها هون؟ على العناوين المذكوره وصل نسوان بالمواصفات اللي اعطيته اياها. وقبل ما تسالني، ما بيتذكر امتى ومين ومن وين لوين؟
منا شعرنا بين مندور عليهم هدول. هاي مو عناوين اللي اعطانا اياهم، هاي عم اقول لك وين نزلهم. ضروري اذا عرفنا وين نزلي نعرف وين راحت. والله ما بصير الحكي، الشرطة لازم تقوم بواجبها، مو لازم يصير هالشي. وشو دخل الشرطة بالموضوع؟ ممنوع حدا يأجر بدون محضر تعريف، مو لازم يسمح لأم زياد تأجر حدا عندها بدون ما تسجله الشرطة. لو كان في محضر تعريف كنا عرفنا اسمها على القليلة. يا سيدي أنا بدي أعطيك عنوان جنار بدون ما تدور، بتروح بتدق الباب بتطلع لك جنار نفسها، شو رأيك؟ شلون بقى؟ بالطابق الرابع بالبناية اللي كنا عم ننطر قدامها أنا وياك. مو قلت لي في شقتين مو مسكونين؟ بلا، وحدة بيناتهم عم تتصلح، هاي هي شقة جنار، ولما خلص التصليح رجعت لك. معك حق، وإلا شو كانت تروح تعمل بالبناية؟ وهلأ شو ناوي تعمل؟ دق الحديد هو حامي، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. شو ليه عم تنزل شنطتي؟ راي على بيروت. شو في بيروت؟ شو في بيروت؟ سياحة، منعينا شيء؟ وشغلك وبيتك هلا وقت السياحة؟ لك شو قالوا لك إنه أنا رايح اسكن ببيروت يعني؟ مشوار روح رجع يعني على بيروت ما راح أوصل، بدي أوصل على شفورة وأرجع. وليش ما قلت لي قبل هلا؟ لأنه اليوم بالليل طلعت معي أبو سماح عنده سيارة كل يوم بيروح على بيروت، تعالي بروح معه. منا رفقة الطريق ومنا منتسلى ونشم هوا. وليش الشنطة إذا على بيروت؟ هلا بركي استحليت لي شي غرض واشتريته، وين بدي أحطه؟ ليش معك مصاري لتستحلي غرض؟ لك باخذ من أبو سماح وبعدين بسده. فريد بدك تركب على حالك ديون؟ هلا اللي بيسمعك بيفكر انه ما في حدا الا وكاتب له 50 سنه، بكل عمري ما دينت قرش واحد، الحمد لله ما عندي دين منه. وال 50 الف ليره تبعتي انا؟ لك هدول مو دين، بين الرجال ومرته ما في دين، وقت الشده وقفتي معي، بكره بدل ما الله يسرها معي شوي، مو راح ارجع لك 50 الف، راح اشتري لك ذهب ب 70 ب 80 ب 100 الف. فريد، نحن ما كان هيك اتفقنا بالاول ها؟ جيهان لا تطلعي لي خلاقي، بفرق قديه غاز بحالي وبالبيت كله فروضكم ها؟ لا لا دخيلك لا تفرقع شيء، روح على بيروت روح وين ما بدك. انه شو ال 50000؟ ام دينتي لي 50000 دولار انت. لسا تنايمة، احتمال أنا أكون بكرت شوي. حطيلهم أكل للشباب، طالعين من بيوتهم مو فطرانين. شو عرفك إنه مو فطرانين؟ مالك شايفة وجوهها صفر مثل الليمونة كل واحد؟ قومي عمو بسرعة الله يرضى عليكي، قومي بتكسبي ثواب. حاضر عمو. وجيبي لكل واحد شرشف اللي بحاله فيه. ليش بقى؟ شغلي هالغسالة وغسلي لهم أواعيهم، الأمر راح ياكلهم بالوسخ. أكل ما قلنا شيء، بس غسيل لا ما حذرت. أنا مالي مخلفتهم ونسيانتهم. لك قلت لك بيجيكي ثواب. ما بدي يكسب ثواب. خلي أمهاتهم تغسلهم. وإذا كثير متحمس فوت أنت شغل الغسالة واغسلهم. سعاد الله يخليكي، لا تكسر كلامي قدام الأولاد مو حلوة. عمي لا تواخذني، أنت ما بتنعطى وش. هلا إذا عملت اللي بدك إياه بعد شوي بتجيب لي مجموعة تانية. وعد شرف، هي آخر مرة، بس مرقية المرة. ما أنت والوعد الذي تعيده إلا كبرق سحابة لم تمطري. وهي إيدي على شواربي إذا بعيدة. ما بدي. ما بدي. كمالك عندي شواربي. ولو كان.
لا يا سعاد لا، حطيت ايدي على شواربي. ما دخلني، ان شاء الله بتحط على شو ما كان، انا مالي خدامه. لك بحسه الاطفال احكي بالك تير تروحي على الجنه. على يدك ما بدي اياها. طيب هلا بس يجي سليم رح اقول له. شو بدك تقول له؟ بدي اقول له شوارب ابوك ما بيسوى فرنك قدام مرتك. اذا بيفتح تمه بدي احلق له شواربه وقله. واذا بدك ابنك يضل بكرامته ما بتجيب له سيره. لك يا سعاد يا سعاد يا بنت الناس اتقي الله. خلاص عمو شو ما بدنا غصبا عنا؟ احسن لك هيك تبهدلينا قدام الاولاد. انا بهدلتك انت بتجيب البهدله لحالك. مرحبا رضا. اهلين. قوم عيون. لوين؟ عشهادة في كتب كتاب. اخي وظف لك اثنين تحت ايدك وخلصنا. انت كل شهر عندك شهادتين ثلاثة، يعني شغلتك فيها عطالة. قصدي هي اخر شهادة. هالزوازة ما بتتفوت. لا تندهي ما في حدا. مرحبا. اهلين وسهلين. شو اخيرا اقتنعت بشو؟ شو بعرفني بشو؟ لك انت لشو جاي؟ جاي اسال اذا كانوا هدول الشقتين اللي جنبكم سكنوا ولا لا. هي ما سكنت، هي سكنت. مين سكنها؟ ما بعرف، بس يعني شفت وحدة حرمة فايتة. شو شكلها؟ كانت دايرت لي ظهرها مشان هيك ما شفت وشها، بس شعرها أشقر وعمرها ما بين 60 و50 سنة. لك رحمنا بقى، شو عم يشتغل عندك على كركوز عواز؟ لسه احكي لي قصة، احكي لي قصة. شو ما عندي لا شغلة ولا عملة غير احكي لك قصص العمى. وانت ليش معصب؟ شو في أزلنا لك احكي لنا قصة؟ خربت الدنيا؟ يعني ما بيمشي الحال إذا حكينا بشغلات مثل العالم والناس ضروري القصاص. خلاص خلاص مثل ما بدك، خلينا نحكي بغير شغلة. لك أحيانا بكون الإنسان متضايق مو جاي على باله يحكي قصة، مو ضروري تلح عليه. بس وينك؟ بس يجي على بالي بحكي لك. صباح الخير. يا صباح الخيرات. هالمرة أنا لحالي لحطعميكم مدلوقة. شو أمحاء؟ لك أنت عبقري، طلع كل شيء مثل ما حكيته على المزبوط. لقيت لج النار. شفته شوف عينه؟ لا، بس الشقة اللي جنب الست عبلة سكنت فيها وحدة، يعني مثل ما توقع أبو سليم بالضبط. بركي مو هي؟ لا هي هالمرة. شو عرفك؟ اولا الشقه انسكنت بنفس اليوم يلي رحلت فيه جنار من حارتنا. ثانيا مواصفاتها نفس المواصفات تبع جنار، شقره وعمرها 55. ثالثا قلبي حاسسني انه هي جنار وهذا اهم شيء. بالمرات الماضيه كان قلبك حاسك. مو مثل هالمره. هالمره حاسس كاني قعدت معها واتفقنا على كل شيء، مشان هيك جبت المدلوقه. بلكي طلعت مو هي. بلكدك وحدي السهل أمرك. لسه من غير شي الدنيا سودة بوشي. بدك تاكل مدلوة أهلا وسهلا، ما عجبك 60 جهنم. مد إيدك بسليم. طعمرو ألو. أيوة أي نعم، هون بيته. شكراً يا أخي، كتر خيرك. بالحبس؟ هذا اللي كان ناقص. أنا قلبي كان حاسسني إنه شناتي مو شغل سياحة. قصي قصي ماما، قصي قصي. إيه مين شوفي؟ ماما ساعة واحدة ونص، لأمتى بدك تضلنا إيه؟ يا ماما اليوم عطلة. شو فارق معك انتي؟ كل ما انا متأكتر كل ما بوفر عليكم اكل ونق. ماما مو مشوف شو صاير مع ابوك؟ شو بو ابي؟ بالشرطة مدري شو عامل. اذا طالما بقبضة العدالة ما تخافي انتي، ما في مشكلة.
يو لسه بيشد الغطا فوق راسه. لك قوم انقبر شوف شو صاير معه. يا ماما روحتي لرح تقدم ولا رح تأخر؟ إذا بابا بريء خس كهرباء 4 أيام على ذمة التحقيق وبيطلعوه يعني. وإذا مو بريء؟ إذا مو بريء العدالة فوق الجميع، لا أنا ولا الأكبر مني رح يقدروا يطلعوه، خلاص راحت عليه. لك قوم شوف لمحامي يتحرك لك حركة. لك شو رح يطلع معه المحامي يعني؟ إذا عامل شيء لا محامي ولا 20 محامي بيقدروا يطلعوه. العمى ما أبرد دمه، قوم أحسن ما أجيب العصاية وكسر عليك. ها لك أنا شو بيفهمني بهالشغلات؟ شوفي جدي رجل خبير وبيعرف. جدك مو هون، لو جدك هون ما اعتمدت عليك أنا. معناها خلينا نستنى ليجي جدي، أنا ما رح أقدر فك أسره، بالعكس إذا رحت بجوز نزعله الطبخة. لك قوم اتحرك أحسن ما بيهاد على نفوخك. ها خلص قمت قمت قمت. يا لطيف ملاجيل. الآباء يأكلون الحصرمل والأبناء يدرسون. حدا بيروح بيوم عطلة بيتحركش بالشرطة. بعد ما أكلنا المدلوقة ما في أطيب من كاسة الشاي. تعرف أنا مني ومنا بعمل حفلة بطنطنة، ما بيجوز هيك حي الله. إيه بلا حفلة بلا بطيخ. ياخذ له شاليه على هالبحر ويقعد هو وياها شهر زمان على سباحة وبكيني ويبل قلبه أحسن شيء. لو كنت ضليت ساكت كنا بنقول عنك فهمان. لك شو حكينا برا الطريق؟ شو بيا يعني إذا واحد قاعد هو مرته على البحر هذا ونغنش قلبه يعني شو بيا وين غلط وين؟ لك إيه ضلينا مطح 40 سنة بالوظيفة ما قدرنا نعمل هيك مشوار روح رجعة من غير ما ننام. بدك يانا على راتب التقاعد نحجز شاني على البحر. مرحبا عمي رضا، كيفك جدو؟ انت قاعد هون وابي ملكوع خلف القضبان. وين خلف القضبان؟ بالشرطه ألقوا القبض عليه بس ما بعرف شو التهمه. لك ما تخبروا ما تحكوا ليه ساكتين؟ ما امي بعتتني لهون مشان اقول لك حتى تروح لعنده. وين موقوف؟ بانو مركز؟ بباب مصلى. باب مصلى معناتها شغله ثقيله. عن اذنكم يا جماعه. لك وقفوا خذوا ابو الهمم معكم. ماما هون هون انا هون. مرحبا ماما. بابا رجع شي لهون؟ عم تسالني الي ما انت وياك انتوا سوا؟ شو بعرفني ضيعته هنيك فكرته رجع. شلون ضيعته؟ رحت انا وياه وصلنا على جيرود على المخطط ونزلنا وضلينا ماشيين وصلنا وادي ضبع كمان على المخطط هنيك اختفى. وادي ضبع؟ امي هيك اسمه وادي ضبع، ما في غير ضبع واحد هنيك ضبع الكاسر وهديك المنطقه بسموها ابو عنتر. شلون بتتركوا لابوك هنيك؟ نص ضبع بكفيه لحتى يموت رعبة، أصلاً إذا شاف كلب رح يفك من ضبع. يا أمي، أنا وصلت أنا وأبي ما لقيت رفقاتي، قلت لهم انتظرني 5 دقائق لروح أدور عليهم، رحت رجعت اختفى ما عاد لقيته. يا مصيبتي وين بده يكون راح يعني؟ مش أنا بعرف وين راح، قلت لحالي غير رأيي ورجع على البيت. هلا بتروح بتدور عليه، ما بترجع بلا، فهمت ولا لا؟ يا أمي أنت ما بتفهمي علي، ما بتفهمي. لسه بتقولي روح دور عليه، كأنه أنا بعرف وين راح لروح أدور عليه، أمي جوزك ضاع، أبي ضاع، خلص شو بيعرفني؟ دور عليه محل ما تركته. يا امي فهمي علي الله يوفقك، محل ما تركته ما خليت محل ما دورت عليه، ما في صخره الا ما طلعت وراها، ما في جوره الا ما نزلت فيها دورت، اختفى اختفى راح، شو بعرفني؟ ضاع. اذا صار له شيء لابوك، لا انت ابني ولا بعرفك، بحياتي ما راح احكي معك. ها؟ ليش انت شو فارقه معك؟ ما فيه بلا مثل قلته. شلون شو فارقه معي؟ جوزي هاد، اذا صار له شيء بجن، فهمت ولا لا؟ ايه لكان. هذا اللي كان ناقص عيلة أبو الخلاخيل. طول بالك طول بالك، كل مشكلة ولا حل. تعي خانوم جيهان خانوم، تعي اسمعي آخر الأخبار. خير عمي شو آخر الأخبار؟ جوزك انكمش يا خانوم، انكمش وعم يبيع مهربات. شلون مهربات؟ قال لي رايح عشتورة. يمكن خربط بين عشتورة وعدرا، لأنه جوزك معلوماته بالجغرافيا متواضعة جداً. شلون خربط عمي؟ أخذ معه شنطتين الصبح. طبعاً ضروري مشان يعبي فيهم دخان يوزعوا على الدكاكين. يعني شو؟ شو جدي؟ شو بده يصير؟ يعني إذا ثبتت عليه التهمة قولي على عيلة أبو الخلاخل يا رحمن يا رحيم. ورح تثبت؟
إلا في حالة واحدة، أبو سماح يطلع آدمي ويبرئ له زمته. أنا ما كنت خايفة غير من أبو سماحات، منين طلعنا على آخر الزمن ما بعرف. وينه قصي؟ خليه يروح يدور له على محامي. المحامي علي أنا. هلأ مو وقت منفختك أبو سليم؟ بعبت منفخ. في محامي كان سكن عندي لما كان طالب، ويا ما سمحته بأجار الغرفة، لذلك ما راح ياخذ مننا مصاري. مين هو؟ أبو نبار. ما في منه، لك بيعمل لك اللبن أسود والفحم أبيض. واحد حربه مرتب بيعجبك. شلون بدنا نشوفه؟ أنا بروح عنده على البيت. بنروح سوا. لا أنا بروح لحالي، ما في داعي أنت تروح. أنت روح شوف جماعتك، أحلى ما يدوعوا منك مرة تانية. روح معي احسن ما اروح لحالي. ها يا امي، يا امي انت بدك تبلغنا قدام الشرطه؟ العالم بتروح تبلغ عن ولد صغير ضايع مو عن رجال. لا يعتبر محكوم الا بعد مرور ثلاثه ايام على اختفائه، هذا بالقانون مو من عندي. يعني نضل قاعدين لحتى يمر ثلاث ايام؟ ابوك اذا ما رجع بعد ثلاث ايام معناها ما رح يرجع بنوبه، فهمت؟ امي انت فعلا عم تفاجئيني وعم تدهشيني كثير. انا بحياتي كلها ما كنت متخيله انك بتحبي ابي لهالدرجه. بدك يعني اكرهه لجوزي؟ طبعا بحبه. طيب الله يسامحك، ليش كنت تقسي عليه؟ ليش كنت تعاملي؟ ما دخلك بيني وبينه، مني له بالصفيل. لا ما بدي اصطفيل، انا ما بيهون علي، انا انسان حساس، شوف ابي عم يتبهدل كل يوم، ما بيهون علي. انا ما عم بهدله، عم وجهه مشان مصلحته. ها مشان مصلحته؟ إيه ضليتوا توجهوه كل واحد من طرف لحتى فوتوه بالحيط، ما عاد عنده ثقه بنفسه. إيه ما عاد تحسن يتخذ قرار الا اذا ما طلع فيك وعرف شو رايك انت. شو رايك تروح ترفع علي دعوه وتحطني بالحبس من شان تخلص مني مثل ما خلصت من ابوك، مو احسن؟ امي معلش اذا بتريدي لا تغلطي، انا ما خلصت من ابي، انا عندي ثقه تامه انه رح بيرجع. بتعرفي شو الفرق بيني وبينك؟ اني انا عندي ثقه بابي، انت ما عندك ثقه بجوزك. اسمع وليد، هلا مو وقت الحكي الفاضي، انا وابوك تعودنا على هالشي، نحن مبسوطين هيك. بس يصير عندك مره لا تخليها تصيح عليك، خلينا نروح على الشرطه. لا 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 لا، هلا خلص ما بدنا نروح، بكره الصبح اذا ما اجا بنروح انا وياكي. انا الحق علي، لو ما فتحت له عيونه على موضوع السيارة وأقنعته إنه فينا نشتري سيارة ما كان صار اللي صار. ماما أنت شو دخلت؟ أنت قلتي له يشتغل بالتهريب. راح يشتغل بالتهريب مشان يوفيني الخمسين ألف تبعي، لو سامحته فيهم ما كان راح. ليش أنت كان معك خمسين ألف؟ خمسين ألف؟ حوالي المية ألف كان معي، بس لما أبوك حط إيده بالشغلة خسرنا، ما ضل معنا ولا فرنك. أنت الله يسامحك، ليش خليتيه يشتغل معك؟ ليش كان في مجال أقنعه؟ خلاص ابوكي بس يحط براسه شغله ما حدا بيأثر فيه. يلا بركي بيتعلم من هالدرس. مستحيل، بكره بس يطلع من الحبس بصير يفكر بمشروع تاني مشان يعوض الخساره اللي خسرها هلا. اذا مشروع معقول ليش لا؟ خليه يجرب. ابوكي ما عنده تفكير واقعي، كل مشروع بيدخل فيه بيتهيأله انه بيطلع ملايين، ما بيحكي بالالافات، ما بيحكي غير بالملايين، وهو المشروع بيكون ما بيطلع فرنك، كله خساره بخساره. طولي بالك يا بنتي، ما رح يصير غير اللي كاتبه الله. لا تبكي. أنا عم ببكي على حالي مو على سليم. خير شبك أنت كمان؟ إذا صار له شيء رح أضل كل عمري قلبي محروق، ما في يوم طعمته أكلة من إيدي. من أول ما تجوزنا وهو مشتهي ياكل من إيدي، مشتهي يقوم يلاقيني كويت له أوعي، مشتهي شي مرة أقول له إيه وما أكسر له كلمته. طولي بالك، ان شاء الله بيرجع بتعوضيه عن كل شيء راح. هذا اذا رجع عم يقول لك تركه بوادي الضباع بكون اتفوه 20 شقفه. بيهرب منه لا تخافي. سليم ما بيعرف يهرب، سليم طفل، اذا اجى الضبع بيضل واقف محله ما بيتحرك، بيقول لحاله بركي بيطلع ادمي وما بياكلني، ما بيخطر على باله يهرب بنوب. بدقه حجر بين عيونه بيخليه بارضه، لا تخافي. حسرتي ليش سليم بيطلع بايده يدق؟ اذا بلش الضبع ياكله ما بيعود يتحرك، بيضل واقف محله مشان ما يزعجه. يا اسفي عليك يا سليم. واخيرا انا اللي اخيرا من اللي انت قديش صار لي عم دور عليكي؟ وانا قديش صار لي عم حوم حواليك، انك تشوفني ما كنت تشوفني. بعدين مو حلوة المرة تروح لعند الرجال وتقول له ليكني، والا صدقني كنت رحت. هلا المهم اللي راح راح، من مين بدي اطلب ايدك؟ لا
اطلب ايدي من حالك. انا ما لي حدا بهالدنيا غيرك، انت ولي امري. جلنار، انا بيشرفني اطلب ايدك. موافقه تتجوزيني؟ بعد كل هالحكي اللي حكيناه، شو رايك؟ بدي اسمعها من تمك مشان اتاكد. يعني غير تحرجني اسعد؟ مستحي انا. مالي بتحرك من هون قبل ما اسمعها. دير وشك على جنب لحتى اقولها، ما بقدر احكيها وانت عم تطلع فيني. هي درت وشي. يا عم يا عم. عم الدبب. شو بدك؟ وصلنا على اخر موقف. شرف نزيل، انت طالع بمكرم ونايم بوتيل. لك ليش ما بتحكي بس توقف على الموقف؟ مالك شايفني نايم؟ انا كل موقف بحكي. اذا انت نومك تقيل مو مشكلتي. انا شوفير ماني مسحراتي. خلاص فرطها، رح برجع معك. عمي انا بدي ساعة حتى تجيني دور. قوم اطلع بالسيارة الماشية ليك واقفة هنيك. تاني مرة قوي صوتك بس تحكي، لساتك شاب. مي حلوة شاب يكون حنك ورخو. ما عادت تفرق معي، مو مشكلة، المهم تطلع. هلكت وانا ادور، بدي نام، بدي ارتاح. ما في فايدة. مرحبا ست عبلة. أهلين وسهلين أبو فريد. سمعتي حدا إجا من جيرانكم شي؟ لا والله ما سمعت، بس اليوم عطلي، بجوز رايحين سيران. الله يخليكي، إذا سمعتي دعسة أو حدا يعني طلع فتح باب ستر باب، يعني طلعي إذا شفتيها قلي، لأنه في واحد بده يحكي معها بموضوع مهم. خليها تستناني بكرة الصبح. على عيني، تكرم عينك، أول ما بسمع صوت بفتح الباب وبحاكي ولا يهمك. دخيل عينك يا ست عبلة، نشف دمي، ما بقى فيني. إيه سلامتك يا أبو فريد، بعدين والله صحتك ما عادت تساعد الهم والتعتير. شكرا، لا تواخذيني، عن إذنك. ليش ما حدا خبرني؟ لأنه أنا غريب هون. طبعا غريب، ما حدا قال لي شيء، لأنه سليم مو ابني. عمو لوين بدنا نخبرك؟ ليش أنت بس تختفي بتقول وين بتختفي؟ أنت بتعرفي حق المعرفة إنه أنا عند رضا، بس ما بدك يعني أعرف مشان يقولوا الناس علي إنه مو سأل عن ابنه. أنا بعرفه. خلاص حاجة تعرفوا بعضكم البعض، خلونا نفكر أنا شو بدنا نعمل. الرجال بيكون ما... خلاص خلاص أنا. يعني شو بدنا نعمل؟ أبوك فعلا جسمه كبير بس قلبه قلب ولد، إذا شافه قلب جوعان بياكله. شو عرفك جدي؟ بجوز يكون رجال مو مثل ما لك مفكر. أنا اللي بربيه وأنا اللي بعرفه. تربيتك غلط. شلون بقى غلط؟ أبوك تدلل أكثر شيء من أخوته. أنا ما كنت خليه يطلع برات البيت حتى ما يلعب مع الأولاد ويأمر. إذا صار برد أروح المدرسة أخذ له إذن حتى ما يدفعوا الهواء. وإذا أجونا ضيوف أدخلوا على الغرفة وأسكر على الباب حتى ما يشوفوه ويسيبوه بالعين. أبوك كنت أخ. خلاص 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 بكفي. نص اللي حكيتهم بكفوا حتى تنعدم شخصية البني آدم كلها على بعضه. ابني البكر بدك كان يفرط فيه. كنت لازم تعلمه يعيش أنت، مو تخبيه عن عيون العالم مشان يبطل يعرف يحكي معه بعدين. وبلكي حتى صابه بالعين. لا تخاف جدو، ما رح يخردوه إذا صابوه بالعين. ماكسيموم بيرشح وبيطيب بعدين. عيون خارقة حارقة الحمد لله ما عنا، ما عنا بنوم. هلا بوقت الحكي، خلينا نروح نخبر شرطة أحسن. لا لا ما في داعي، ما في داعي. خلاص بكرة الصبح، لا توتروا، الصباح رباح. أنا ما رح نام، رح ضل عم بستنى لبكرة الصبح. بالك مشغول عليه؟ طبعا جوزي هذا كيف لكان؟ تحبيه؟ هلا وقت الحكي. وانا ما رح نام. سعاد الله يرضى عليكي، اعملي لي كاسه شاي وتقليه حتى ما تغمض لي عين. حاضر عمو.
الساعه كانه ماشي على بيض. يعطيك العافية. في شخص اسمه أبو فريد عم يسأل عنك. كيف شكله؟ طويل وله شوارب وصوته تعير. لا تكملي، أنا كمان عم دور عليه. بتعرفي عنوانه شيء؟ لا، بس بكرة الصبح جاي لعندي. إن شاء الله بتقبريني إذا بتعرفي عنوانه تعطيني إياه. عنوانه ما بعرفه، بس تليفونه عندي. أعطيك الرقم مشان تحكي معه. إن شاء الله بتسلمي لي يا رب. أنت اتصلي فيه وخذي منه العنوان، لأني ما بدي إياه يعرف إني أنا رايحة لعنده. بيندق إلا لما بتوصل اللقمة للتم. بدي ركب له سفنج واخلص منه لحتى ما اسمع صوته بحياتي. مين؟ صباح الخير عمو. صباح النور. شوفي ابو سليم برا بده اياك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، على اساس النار هي اللي بدها تعمل لي المفاجأة مع ابو سليم. نعم؟ سلامتك، عاملين لنا قهوة. حاضر عمو. صباح الخير. صباح الخيرات يا فريد. يا سيدي امبارحة استنى أنا... لا تحكي شيء، خلينا نشرب قهوة لحتى نصحى. لا 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 أنا مستعجل، جاي خبرك مشان المحامي ونمشي. قل لي يا سيدي. امبارحة رحت لعند المحامي على البيت واتفقت معه على كل شيء، واليوم رح يروح على الحبس ويشوف فريد ويمسك له قضيته. قديش بده؟ أبو نوار ما بياخد مني ولا فرنك. شو يا؟ رجعنا نجمع أناني؟ لا، هاي كانت بالبيت وانا وعدت سعاد انه كبه بزباله، لذلك اخذتها معك. مشان هيك مستعجل؟ لا 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 لا، رايح خبر الشرطه مشان يدورون على سليم. سليم ضاع. وين دش الخميس يمر علي حتى نروح على الميريديا؟ الله يخليك يا عادل لا تاخذني، ما كنت فاضي بنوم. طب اتصل خبر، ضليت للعشره بالليل عم استناك. ما في مجال اتصل. من وقت ما تركتك للساعة 3:30 بالليل وأنا بالبرية، وبالبرية ما في تليفونات. وشو عم تعمل بالبرية؟ لقينا السيارة يا أخونا. قضيت نهار الخميس كلياته ونحن عم نسحبها. لكن مو على أساس إنه مو سيارتك اللي انسرقت. إيه مزبوط، السيارة اللي دليت عليها مرام هي مو سيارتي، بس بعدين اشتريت سيارة وانسرقت. ما جبت لي سيرة؟ ما كنت فاضي، ألف شغلة براسي بني آدم. ألف ألف مبروك. إيه ها؟ أي انحلت مشكلة المواصلات؟ على شو مبروك؟ ليش السيارة مثل ما هي تركت؟ أخذتها على مصلي. بس اللي عم بقنع جدي يشتري لي سيارة جديدة، والسيارة هديك بس تصلح رح أعطيك إياها. تعطيني سيارة؟ بخليها على اسمي، بس بعطيك إياها تستخدمها. إيه بس أنا ما بعرف سوق. بعلمك. بجمعة زمان بتصير تسوق أحسن من شوماخر، تبع الفورميلا مو تبع الفوتبول، عرفته؟ بعدين حتى الشهادة بجيب لك إياها لعندك، بشتري لك إياها مشترك. محسوبك قاعد على بنك. يا سيدي الله يزيدك، بتستاهل. بس الله يخليك لا تنفشني كثير، يعني صحيح محسوبك قاعد على بنك، بس هلا ما معي ولا فرنك. نسيت الجزدان بالبيت، كل ما البس البنطلون بيوقع الجزدان. صرت قايل لحالي ألف مرة، يا ولد لا تحط الجزدان بالجيب الورانية، برجع بنسى. تعا مد ايدك خذ قد ما بدك، الحمد لله بخير كثير. لا معلش. بغيب أول محاضرة وبروح على البيت وبجيب الجزدان. لك شو تغيب ما تغيب؟ عامل لك تاخذ قد ما بدك، شوف حساب بيناتنا. اذا ما بتاخذ المصاري ما باخذ السياره. ها لا يا عادل، لا تربط الشغلات ببعضها. اذا ما اخذت المصاري ما بطلع فيها للسياره. ما بدك يعني اطلع فيها لا تاخذ المصاري. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص هات 2000 ورقه. سيك تسلم ودي. كيف مر نهار الجمعة؟ يظهر انه لهلا ما لقيتيني لانه هلا رايح على المحاضرة. تأخر لك
خمس دقائق، خليني اشوفك شوي. لا بحلى مشان الاستاذ. يلا بخاطركم. مع السلامة يا قصي. والله ما في منه هالشب، قمة بالاخلاق ونفسه كريمة قد ما تقولي، اللقمة اللي بيتم مو له. انا لكن ليش لاحقته؟ اصلا من الاول حسيت انه هيك. اصيل اصيل. بتعرفين انا ما كنت مفكره هيك. ما صفي مجال بنوم. يعني اذا بدي جيب بضاعه بدي راس مال. كنت مجمعت لي قرشين طاروا، مو بس طاروا ودينا فوقهم كمان. يعطيكم العافيه. لا تقلي بده مصاري. يلعن الطمع، واحد طمي اكثر من هيك ماشي بالكهرباتي. قل له ما معي ولا فرن، منين بدي اجيب له انا؟ جيهان انكري انك بعتيه هالمرهم، وانا مستعده اشهد معك. ايه وانا كمان بشهد معك. شو اعمل؟ ما بقدر ما اقول الحقيقه. طيب لا تشهد، ضروري تشهد. ليش هو تاركني بحالي؟ اذا رفع دعوى بده يحطني شاهد وانا معود على الصدر. طيب قل له يستنى كم نهار لبين ما دبر له المبلغ. قديش بده؟ مرايك هالمره بس 2000 ليره. ساكنة هون؟ نعم. لحالك؟ شو السؤال هذا؟ عم بسألك لحالك ولا مو لحالك؟ لحالي. لعامل خسرنا المدلوعة على الفاضي. زمان القمر ما بان. لا حبيبتي، جيت لعندك 4-5 مرات بس ما لقيت حدا غير اللفاية. المهم الحمد لله على سلامتك. روحي الله يسلمك. كنت هون عندك انا بالبناية عم وزع شوية غراض، قلت لحالي اجي لعندك اطمن عليكي. اطمن عليكي العافية يا رب. قولي لي هلا كيف شايفة حالك بعد العملية؟ الحمد لله. المهم هلا انت هالمرة شو جايبتينا معك؟ جايبتلك حرام بياخذ العقل. شغل ايد بجنن وما حدا بيقدر يعمل مثله غير البنات اللي عندنا بدار الايتام. لك روحي الله يزيكي كل خير. فوتي فوتي للشبهوه كمان. اهلين سهلين. وليد انت فعلا تخنتها. ابوك ما له حق التجارب، كل مره بتعمل معه قصه شكل. بركي صار له شيء بالبريه. انا مالي متوقع هيك. قلت لحالي بشوفني تاخرت بيحمل حاله وبيرجع. كان لازم تضلك معه او على القليل تراقبه من بعيد. وصلت على طريق الزفت، شفت سيارة نازلة، طلعت فيها، مالي حاسب الحساب، أنا بنوب. كان لازم تحسب حساب، ما بيصير يا وليد، الإنسان معرض لكل شيء. طريق الزفت كلياته ببعد 200-300 متر، إذا طلع 100 سيارة نازلة، شو بده يصير له يعني؟ وحوش ما في هنيك، مالنا بغابات إفريقيا نحنا. مو ضروري يكون الخطر خارجي، لك يا أخي بركي التهبت معه الزايدة، بركي وقع انكسرت إيده وانكسرت رجله، شو بيعرفك أنت؟ في 100 احتمال واحتمال، ومين بده يساعده بالبرية؟ هيفاء انا اجيت مشان تطمنيني مو مشان تشغلي لي بالي. ما بكفي الكوابيس اللي عم شوفها كل يوم بالليل.
امبارح شفت انه اكلوا الضبع بالمنام. ما في شيء مستبعد، اذا لعنتر عبس بياكلوا الضبع لابوك ما رح ياكله. هيفاء احكي لك شي كلمه تطمني، اذا صار له شيء لبابا انا تتحول حياتي كلياتها، بتحول من فاعل خير لواحد شرير. لو سائل على ابوك بتقوم بتروح بتدور عليه، ما بتقعد هون. طيب وين بدي اروح دور؟ يعني معقول يكون لساته بمحله من امبارح لليوم؟ مو معقول. ما بعرف، بس لو انا كنت بمحلك ما كنت قدرت لا اقعد ولا اكل ولا اشرب قبل ما الاقيه. انا ما عملت شيء غلط، انا كل اللي عملته اني بدي اياه يصير رجال. ايه بلا ما يصير رجال دخيلك، اتركه هيك مبسوط تحت جناح امك، مو صاير عليه شيء. انا ما بقبل ابوك يقول عنه الطشح. لو العالم تركينه بحاله انا ما كنت حكيت. لسه اطلعه والناس اللي الطشح 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 الطشح، رح منصير من بيت الطشح. انا ما بقبل هيك، ما بقبل. ابي ما بيقول هيك الا عن طلوع خلق، مو عن كره. مو بس ابوك، كل الحاره بتنادي له الطشح. إذا حدا بيستدل علينا بيسأل وين بيت الطشح؟ لا مستحيل مستحيل، ما بقبل هيك أنا. إيه لا تقبل، بس لما بدك تعمل هيك شغلة لازم يكون عندك ضمانات، ما يكون إلا مضاعفات مأساوية، ما هيك؟ هلا اللي صار صار وندم ما بينفع. ما بدك تندم ولا نندم، بس قوم روح دور عليه بدل ما لك قاعد. أنا مالي عرفاني شلون إلك نفس تقعد أبوك ماله مبين. الشرطة عم يدوروا، إذا لقوه بيجيبوه، خلصنا بقى. إيه اقعد لحالك لكان، أنا صار لازم روح شوف شو صار مع أبي، ما بقدر أقعد أكثر من هيك. عن إذنك. الله معك. طول بالك يا أبو سليم، طول بالك. هي أول مرة بصير معي هيك، مدري ليش قلبي عاصصني وحاسس إنه سليم ما رح يرجع. سليم رجال وما بيخاف عليك. ولك يا ريت رجال ويا ريت ما يخاف عليك. لك هذا إذا شاف صرصور بالمطبخ بنده لمرته سعاد لتقتله، لك ما بيسترجي يقرب عليه، بيدير وشه. شو صار مع سليم بيان؟ الشرطة تكفلت بالموضوع، عم نستنى. وفريد صار معه شي جديد؟ المحامي مسك له شغلته، بس جلنار. شبه جلنار؟ طلعت واحدة تانية، مو هي. العالم بإيش ونحن بإيش؟ ألو؟ أهلين، ألف مبروك. إيه عندي هون. سليم التقى رجع؟ لا، بس فريد طلع من الحبس. هذا أبو نوار طلع حربوق تمام، عاجن القانون وخابزه. مين أبو نوار؟ المحامي صاحبه لأبو سليم. إذا بيّن سليم دقولي خبروني إبو. لك خلصنا بقى، خلصنا. بدك تفضحنا أنت؟ بدك إذا سألوني وين جوزك قلهم محبوس، وإذا سألوني ليش محبوس قلهم كما شو عم يبيع دخان دهري طول النهار ماشي بالشارع موت يا راسي. لك تحس إنه كل العالم بتعرف عم تطلع فيني. ولك خلصنا بقى أنت تاني، شو أنا اللي هربت من الدخانات؟ أنا كنت عم بيع. المروج شو فرقت؟ فرقت كتير، المذنب هو اللي بيهرب الدخان على البلد مو أنا. بعدين التهريب مصلحة، عايشين منها خيرات الله من الناس. شو عم تحكوا عنا أنتوا التنتين وكأنها جريمة؟ طبعا جريمة بابا، طبعا هي جريمة. لو ما كانت جريمة ما بيحبسوا العالم مشانها. قال يعني مواطنة مثالية، ولك كل الناس عم تستفيد من هالشغلة. شو فيها إذا استفدنا نحن؟ عمرك شفت حدا اشتغل بالتهريب ومن حبس؟ ولا ناوي تصير ابن حبوس بآخرة عمرك؟ جيهان، أنت تحديدا اللي تفتحي تمك، لأنه كله منك. أنا لولاكي أصلا ما كنت فكرت بالتهريب. شو عملت أنا؟ ولك أنا اشتغلت بالتهريب لرجالك الخمسين ألف تبعي. لا عمى، لك صرت حس إنك صرت تكرهيني بعد ما ضاعوا الخمسين ألف. فريد لا تألف من عندك، صحيح أنا زعلت شوي أول بس بعدين نسيت الموضوع.